اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم برنامج نجوم المستقبل. احنا ما نسينا الالعاب الفرديه اللي فيها نجوم وابطال في الكويت. من ضمن هذه الالعاب الفرديه لعبه رفع الاثقال وتحديدا في النادي العربي. هذه اللعبه كان فيها نجوم في النادي العربي، اغلقت فتره وردوا فتحوها مره ثانيه في النادي العربي. خلكم معنا وتابعونا بعد هذا التقرير لنتعرف على ابطال ونجوم لعبه رفع الاثقال في النادي العربي. تعتبر لعبة رفع الأثقال من الألعاب الفردية حديثة النشأة بالكويت، ولم تلاقي الدعم والاهتمام الإعلامي والتوعية، مما أدى إلى عزوف أكثر الشباب عنها وعن الألعاب الفردية، على الرغم ما تتمتع به هذه اللعبة من تأسيس بنية قوية وسليمة للاعب. ولقد حققت الكويت بشبابها الأبطال إنجازات وبطولات كثيرة في هذه اللعبة على مستوى الخليج والوطن العربي، بالرغم من قلة الدعم، وكان آخرها حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في البطولة العربية للمنتخبات في الأردن. ويعتبر النادي العربي من المؤسسين لهذه اللعبة، لكن اللعبة توقفت فترة من الزمن وعادتها الآن بقوة من خلال بناء قاعدة قوية من الأشبال وإعداد جيل من نجوم المستقبل في رفع الأثقال تحت قيادة الشيخ صباح الداود الصباح مدير الألعاب الفردية بالنادي. كما يعتبر البطل علي تراغ من أهم وأبرز النجوم في الوزن الثقيل بالنادي العربي والمنتخب الوطني، والذي يعتبر قدوة للاعبين الأشبال الذين يسعون للحذو والوصول لنجوميته. أعزائي المشاهدين، نبدأ مع أولى فقراتنا، فقرة نجوم المستقبل، ومع نجوم لعبة رفع الأثقال في النادي العربي، ومع النجم فيصل محمد إدهام. بالبداية نقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك. فيصل، لعبة رفع الأثقال تعتبر من الألعاب الفردية، لكن بالبداية ليش اخترت هذه اللعبة؟ في ألعاب كثيرة، ألعاب جماعية دائما الشباب يتوجهوا لها، مثل لعبة كرة القدم، السلة، الطائرة، ايش معنى لعبة رفع الأثقال؟ أحب هاللعبة، وأهلي يحمسون عليها وشجعوني، وكابتن العدواني شجعوني والكباتن، وأنا حبيت اللعبة هذه. يعني أول ما عرفت هذه اللعبة شلون عرفتها؟ هل في أحد يالك بالمدرسة أو أحد من ربعك كان يلعبها؟ الكابتن جاني المدرسة وقال لي اللعبة هذه، وقال وأنا شاهدت اللعبة هذه بالتلفزيون وحبيت اللعبة وقلت بدخل النادي. بعد ما دخلت هذه اللعبة ما خافوا عليك أهلك من الإصابات في البداية أو عارضوك أو أنت نفسك، يعني ما خافوا من هذا الشيء؟ لا عادي، كل شيء عادي وكل شيء تمام. كلمني عن التمارين اللي تتمرنها، زائد نبي نعرف أيضا شنو وسائل السلامة اللي تتبعها يعني داخل اللعبة. أكيد في شغلات عن الإصابات قاعد تسويها، نبي نعرف شنو التمارين اللي قاعد تاخذها، كم ساعة قاعد تتمرن، كم يوم قاعد تي، شنو الوسائل اللي تحفظ سلامتك في هذا اللعبة؟ هي كل يوم، بس اليوم الجمعة وما في إصابات. الله، ما في إصابات، بس اللعبة نشوف هذا وزن، يعني وزن ثقيل وقاعد ترفعه ويصير حمله على ظهرك، ما في حزام يلبس، ما في شيء يكون. انا اشوف، لاني قاعد اشوف في شغلات موجوده هنا داخل مثل بودره بيضه، وقاعد اشوف ايضا حزم، هذا شنو استخدامكم له؟ لا، هذا البودره بس عشان الايد عشان ما تعور وعشان تمسك البار عدل، والحزام حقه وزانه الثقيله. حاليا انت بعد دخولك للنادي والتمارين شلون شايف ايضا وضع جسم فيصل؟ شو اللي صار وياه؟ شلون هل حاسب التغيير؟ تغير وصرت احسن من اول. ممتاز، كلمني شنو ودك توصل في هذه اللعبه؟ شنو حلمك توصل فيها؟ هل فقط بالتمارين فقط تبي بطولات داخل الكويت، ولا تتطلع؟ قاعد اشوف عندكم كابتن علي تراغ هني من اللاعبين الابطال العرب، شنو ودك توصل في لعبه رفع الاثقال؟ ودي اوصل للمنتخب وبيصير بطل منتخب. تعرف اسمك بالبدايه؟ ياسر براد. يوسف، نبي نعرف لعبة رفع الأثقال لعبة فردية، دائما نشوف الشباب يتوجهون حق العاب يعني جماعية، كرة القدم والطائرة والسلة بالكويت. ايش اللي خلاك تختار هذه اللعبة؟ شلون جيت للعبة رفع الأثقال؟ جانا الكابتن بمسر تنقاني وخذاني انا واحد من ربعي وجيبنا ناس ولعبة زينة الحمد لله. يعني بالبداية الكابتن يالك المدرسة واختارك، بعد ما دخلت للعبة هل يعني حبيت هذه اللعبة؟ شفت فيها شغلات انت فعلا استانست منها حبيتها؟ خوش لعبة والله. ممتاز، كلمني في أي وزن تلعب حاليا؟ وشنو الاوزان اللي واصل لها حاليا في لعبه رفع الاثقال؟ 62 وزنه و35 اشيل خط. ما شاء الله 35. تطور رفع الوزن، هل تطورت من اول ما دخلت الى الان؟ هل ممكن بالامكان انك انت ترفع من مستواك، انك ترفع ازيد من هذا الوزن؟ ان شاء الله راح ارفع.
كلمني عن الاكل، موضوع الاكل له علاقه في رفع الاثقال، كلمني هل الاكل تغير؟ هل قمت تحرص على اكل شيء معين؟ هل وجباتك الثلاث صرت حريص عليهم، الريوق، الغداء، العشاء، في امور معينه قاعد تاخذها غير الاكل مثل نسمع بروتينات وغيرها، هل محتاج لها الامور هذه؟ لا والله. الاكل بالضبط شنو قمت تاكل؟ تغير موضوع روتين الاكل ولا مثل ما هو؟ نفس ما هو. زين كلمني عن اللعبه بعد ما دخلتها، شنو ودك توصل فيها؟ اليوم 35، شنو ودك توصل؟ شنو الرقم اللي ودك توصل له؟ عامل حسابك انك توصل له في هذا الموسم، وشنو ودك توصل في لعبه رفع الاثقال؟ ان شاء الله اجيب وزنه 62 خط، والحمد لله لعبه زينه. ما تبي المنتخب؟ ما ودك المنتخب؟ شنو؟ زين الحمد لله، الكابتن يقول راح اوديك المنتخب اذا طلعت المركز الاول، ان شاء الله راح نطلع. النجم عبد الرحمن فياض العنزي بالبدايه نقول لك يعطيك العافيه اختيارك للعبه رفع الاثقال، نبي نعرف شنو السبب اللي خلاك تختار هذه اللعبه، انا عرفت انك كنت تتمرن وبطلت من اللعبه ورديت مره ثانيه، تكلم عن هذا الشيء. يعطيك العافيه اخوي، وثاني شيء انا قطعت اللعبه هذه لان كانت عندي اصابه برجلي، بعدين رديت اللعبه. اصابتك جت من لعبه رفع الاثقال ولا من شيء ثاني؟ لا من شيء ثاني. نتكلم عن مدام ان يبنى طار الاصابه، اللعبه هذه طالما ان انت لاعب كنت قديم فيها ولعبت ورديت مره ثانيه، هل ممكن يصير فيها الاصابات؟ في ناس تخاف منها، يعني يقول انا ما ادخل ولدي لعبه رفع الاثقال او نلعب لعبه رفع الاثقال خوفا من الاصابات، هل فيها الاصابات وارده اكثر من الالعاب الاخرى ولا الاصابات فيها بسيطه ولا تذكر يعني؟ من ناحيه الاصابات فيها اصابات، بس على حسب اللاعب وعلى حسب الكابتن اللي يعطيه اوزان، اذا الكابتن اعطاه اوزان وهو مو قادر يشيلها هنا تكون اصابات تكثر. اكثر اصابه مشهوره في هذه اللعبه شنو اكثر اصابه مشهوره؟ الايد او الرجل. اذا الايد او الرجلين نفس القدم. كلمني عن يعني حاليا شنو قاعد ترفع وزن وشنو متطلع توصل حق الوزن اللي انت متطلع ترفعه في نهايه هذا الموسم، نبي نعرف ايضا في اي وزن انت تلعب. انا الحين قاعد احاول اني اشيل 80، بس يعني بس انا براسي حاط اني اشيل فوق 100، 120 140 كذي. حاليا انت كم وزنك اساسا؟ تلعب في اي وزن؟ انا وزني الحين 62. 60 ما شاء الله، عندك الطموح، عندك يعني الاراده. كلمني عن موضوع الاكل، ضروري في موضوع لعبه رفع الاثقال، هل واحد المفروض يكون عنده جدول للاكل والغذاء؟ هل يكون لازم حريص على اكل الوجبات الثلاث، الريوق، الغداء، العشاء، خصوصا في شباب يهملون وجبه الريوق، يعني هذه وايد تصير. الاكل هذه يعني تغذي جسم الانسان، فيعني لازم يكون ناكل، لان رفع اثقال غير عن العاب الثانيه، رفع اثقال لازم ناكل عشان تكون عندنا عافيه. كلمنا اخيرا شنو طموحك في هذه اللعبه وشنو محتاجين انتم كلاعبين رفع اثقال عشان تطورون مستواكم في هذه اللعبه؟ اول شيء نحتاج الثقه ونحتاج الدعم من الكباتن ويشجعون على اللعبه. وثاني شيء يعني بالك انت وين توصل في لعبه رفع الاثقال؟ هل بس انك تتمرن؟ لان انا في شغله قلت لي عليها، قلت لي انه يعني اللعبه هذه توخر الواحد، بالعكس اللعبه هذه وغيرها توخر عن شغلات، يا ليت تذكرها للساده المشاهدين. ان اللعبه هذه يعني توخر على اشياء مثل عندك تدخين والقهاوي والاشياء المضره، توخرك عنها لان كل تفكيرك يعني راح يكون بالتدريب، وانك راح توصل لان تقدم وتكون بطل. النجم محمد الشمري بدايه نقول لك يعطيك العافيه، نبي نعرف سبب اختيارك للعبه رفع الاثقال رغم وجود العاب فرديه عديده. صراحه شفت لعبه رفع الاثقال فيها اهتمام باللاعب واهتمامها كبير يعني باللاعب، غير الالعاب الثانيه، غير الكره، غير كره السله، لان فيها لاعبين واجد، فرفع الاثقال ما في شباب واجد عليها، فناس وايد على لعبه رفع الاثقال، كذا اخترت اللعبه. ممتاز، اذا التركيز على اللاعب هذا اللي خلاك انك انت تتجه لي يعني والاهتمام خلاك تلعب لعبه رفع الاثقال بعد ما دخلت هذه اللعبه ودخلت مع في التمارين، كلمني عن التمارين، شنو رجعت عليك بالفائده الجسديه وايضا يعني وين وصلت في هذه اللعبه حاليا؟ صراحه يعني اول ما دخلت اللعبه كنت ضعيف، اشيل البار الفاضي اللي هو 20 كيلو، الحين الحمد لله قاعد اشيل 50 كلين و40 خطف. يعني تطور ويعني من البار فاضي لأن وصلت لهذا الوزن والمرحلة، كلمني في أي وزن تلعب وكلمني شنو التمارين اللي قاعد يحرص المدرب يعطيك إياها يوميا في حضورك النادي العربي في لعبة رفع الأثقال؟ صراحة التمرين هنا جيد وأحلى تمرين هنا، شفت اهتمام المدرب، اهتمام المدير كابتن أحمد العدواني، وعجبتني اللعبة صراحة. اكثر تمرين يحرص عليه المدرب انه يعطيكم اياه، يعني
في تمارين مثلا يقول الالعاب الثانيه مثلا يقول لك حريص على مثلا اللياقه، حريص شنو التمرين اللي حريص عليه المدرب هنا دائما في النادي تشوف ان هذا التمرين متكرر معاكم؟ تمارين اللياقه، تمارين كمال الاجسام، والتمارين العاديه اللي هي بالنادي الاساسيه، التمارين الكلين، تمارين الخطف. تعرف اسمك بالبدايه؟ عبد الرحمن عايد. عبد الرحمن، نبي نعرف سبب اختيارك للعبه رفع الاثقال من بد باقي الالعاب الفرديه في الكويت عموما. لانها لعبه جميله وانا اشوف نفسي فيها. من اللي وجهك لها؟ هل عرفتها عن طريق احد؟ شلون جيت للعبه رفع الاثقال؟ عرفتها من ربعي وانصحوني فيها. ممتاز، اذا الشباب هم اللي بلغوك فيها. كلمني عن التمارين اليوميه هنا، كم ساعه قاعد تتمرن؟ من المدربين يشرف على تمرينكم؟ هل يكون له توصيات معينه في موضوع التغذيه والاكل؟ المدرب يوصيكم على شيء معين؟ تمرن ساعتين ونص، واللي يشرف عليه كابتن خميس وكابتن مصطفى، وش اسمه اللي يشرف عليه كابتن خميس وكابتن مصطفى، وينصحوني باكلات محدده. يعني في توجيه على اكلات معينه، شنو اكثر ما يوجهك في موضوع الاكل؟ يعني شنو الاكل اللي يكون حريصين عليه ان تاكل، يكون حريص انك تاكله مثلا في وجبه الغداء او العشاء او الريوق؟ الحليب وش اسمه اللحم وش اسمه العيش وش اسمه السلطه. إذن الفيتامين والبروتين والكربوهيدرات كلها والكالسيوم كلها راح تكون موجوده في هالامور اللي ذكرتها. كلمني حاليا شنو ترفع، في اي وزن انت تلعب؟ شنو الوزن اللي قاعد ترفعه وشنو متامل انك ترفع؟ يعني شنو الوزن اللي ودك ترفع الحين؟ انا الحين ارفع شو اسمه بين ال 40 وال 50، وانا ودي ارفع اكثر من كذي، يعني فوق ال 100. وفي اي وزن تلعب انت حاليا؟ 45 50 كلين. 40 50. كلمني شنو ودك توصل في لعبه رفع الاثقال في النادي العربي وايضا في المستقبل؟ يعني شنو ودك توصل في هذه اللعبه؟ اوصل الى اعلى شيء. يعني في عندكم كابتن علي شراق، بطل عرب، بطل اسيا، بطل عرب، بطل خليج، يعني شنو من البطولات اللي ودك انت مثل ما هم مسويها انت تسويها؟ اسوي انا. بالبدايه انت تعرف اسمك؟ عبد العزيز احمد العنزي. عبد العزيز العنزي، نبي نعرف سبب اختيارك للعبه رفع الاثقال، شلون عرفت هذه اللعبه؟ شلون يتسجلت في النادي العربي؟ ربعي قالوا لي عنها ودشيت وشفت ان اللعبه حلوه عجبتني ودشيت العب سجلت. منو من المشرفين هنا عليك في التمرين؟ منو المدربين قاعد يمرنونك داخل هذه الصاله وهذه اللعبه، لعبه رفع الاثقال؟ كابتن مصطفى والمدير احمد العدواني. مصطفى والمدير احمد العدواني. بعد ما دخلت اللعبه وتمرنت، شنو اللي تحس انك استفدته من هذه اللعبه؟ شنو الشيء اللي فرق معك؟ في امور تفرقت معك سواء على مستوى الجسم، القوه، تكلمنا عنها. شد جسمي وقمت التزم يعني، واجي النادي كل يوم واضيع وقتي. ممتاز، بالعكس تضيع الوقت في شيء مفيد، هذا شيء طيب، لان في ناس تروح تضيع وقتها بشيء غير مفيد. تكلمني عن يعني تنظيم الوقت، شلون صار معك؟ خصوصا انك انت طالب اكيد، فشلون قادر تنظم وقتك ما بين حضورك للتمارين وما بين الدراسه؟ قاعد اداوم الصبح والعصر اجي هني وادرس بالليل. يعني حضور مدرسه الصبح، تالي هني التمرين، ويوم ترجع من النادي قاعد تدرس. يقول لك العقل السليم في الجسم السليم، هل هالشيء قمت تحسه مع وجودك في الحصص؟ تركيزك تغير؟ كلمنا عن هالشيء. الحمد لله قمت انام مبكر وصار زين يعني جسمي، وقمت التزم التمرين، يعني فادني التمرين. نوم مبكر طبعا راح يفيدك حتى في دوامك للمدرسه. كلمني عن حاليا شنو الوزن اللي ترفعه وشنو الوزن اللي ودك توصل له في لعبه رفع الاثقال؟ والله انا اشيل 45 كلين و50 خطف ونطمح للافضل. ان شاء الله نشوف منك الافضل والافضل. بالاخير شنو ودك توصل في هذه اللعبه؟ شنو حلمك اللي توصل؟ في لاعب معين انت قاعد تشوفه هني بالصاله قاعد من الابطال ودك تكون نفس مستواه؟ قول لنا اسمه. علي شراغ واحمد خميس. كابتن علي شراغ واحمد خميس فعلا من الابطال. شنو ودك توصل في لعبه رفع الاثقال اخيرا؟ ودي اكون يعني بطل الخليج او اكون يعني شيء. تعرف اسمك بالبدايه؟ عبيد خالد. عبيد، نبي نعرف سبب اختيارك للعبه رفع الاثقال رغم وجود العاب عديده فرديه في النادي العربي وفي الانديه الاخرى. والله انا احب اللعبه وانا واثق اني احب اللعبه وصاحبي نصحني بهاللعبه وانا احبها بس. يعني
يعني انت اساسا حاب هذه اللعبه وواحد من زملائك انصحك فيها، كلمني شنو الفرق معاك بعد دخولك للتمارين في النادي العربي؟ منو من اللاعبين، منو من المدربين اللي قاعد يشرف على تمرينك يعني في النادي، وشنو فرق معاك من دخولك للنادي الى الان؟ والله عادي، انا من زمان اني افكر اني ادخل اللعبه هذه، من زمان ابيها، انا قاعد افكر اني ادخلها، فقعد ادور نادي لقيت النادي. بعد ما دخلتها الحين، بعد ما دخلت التمارين، حاسب فرق بجسمك بقوتك؟ كلمنا عن الشغلات اللي تغيرت معك. والله عادي، انا اشيل كنت قبل اول ما دشيت قاعد ما قمت اشيل عدل، فدربني الكابتن وقمت اشيل الحمد لله اشيل اوزان. احنا نعرف ان لعبه رفع الاثقال في اوزان على حسب وزن اللاعب، انت في اي وزن تلعب؟ انا الحين حاليا 65. 65، شنو من الوزن اللي قادر ترفعه حاليا، وشنو تطمح انك انت ترفع في نهايه هذا الموسم؟ ان شاء الله والله 80، ان شاء الله 80، ان شاء الله اشيلها وان شاء الله انجح. من خلال يعني معرفتك في الاوزان، او المدرب اكيد قال لكم شنو الارقام اللي ممكن تسجلونها عشان تاخذ مركز، شنو الرقم اللي ممكن اذا حققته في هذا الموسم بالبطوله القادمه ممكن تحصل على مركز؟ والله على حسب، على حسب ما احنا نقدر عليه ونشيل، هذا اللي اقدر اقوله. شنو اكثر تمرين حريص عليه المدرب؟ انت تشوف ان المدرب قاعد يكرره وياكم في كل تمرين، شنو التمرين اللي حريص عليه المدرب؟ الحريص عليه الاثنين، الخطف والكلين، اللي كل ما الحريص عليه نشيله. واهم القصد انه في تمارين معينه قاعد يعطيكم اياها حق تقويه الريل، تقويه الظهر، تقويه اليدين، غير التمارين اللي هي قاعد تصير كتكنيك حق البار نفسه والخطف، في تمارين معينه قاعد يعطيكم اياها، قول لنا عليها. لما نخلص تمرين نلعب رجلين، ظهر وصدر، ضغط، يعني اشياء مثال ان تقوي ايدنا ونشيل اوزان. حلمك في هذه اللعبه شنو ودك توصل؟ شنو تطلعاتك في هذه اللعبه؟ في لاعبين هنا موجودين عندكم بالنادي انا قاعد اشوفهم، في لاعب معين انت تاثرت فيه شفته من اللاعبين الابطال هنا موجود في نادي؟ ايوه، عندك كابتن علي، اشوفه يلعب وانا حلمي اني اكون بطل. والله تعرف اسمك بالبدايه؟ عبد العزيز فاله. عبد العزيز، نبي نعرف ما شاء الله قاعد نشوفكم بالتمارين هنا بالنادي العربي ورفع الاثقال، نبي نعرف البدايه سبب اختيارك للعبه رفع الاثقال مع وجود العاب عديده يعني فرديه وجماعيه، ايش اللي خلاك تختار هذه اللعبه؟ والله ربعي نصحوني فيها وقالوا لي زين، وانا دشيت معهم، والكابتن العدواني ما قصر، قال لي تعال ما نقصر معك باي شيء. بعد ما دخلت هذه اللعبه وتمرنت، شلون شايف، هل حاس في تغيير معين معاك في سواء على المستوى الجسدي، مستوى ايضا الذهني؟ في ناس يقول العقل السليم في الجسم السليم، يعني حتى زميلك قال قمت انام مبكر، قول لي شنو الشغلات اللي فادتك فيها اللعبه حاليا؟ هاي يعني تضعف، توخر الكرشه، هذه تنشط الجسم. يعني تنشيط للجسم، لمني عامل روتين معين، تنظيم معين، اكيد نطالب اكيد عامل تنظيم معين حق ما بين دراستك ما بين حضورك للتمارين، كلمنا شلون قادر تضبط هذا الموضوع. والله ما يعني في اكيد انت تداوم بالمدرسه الصبح عدل، لما نعرف شلون منظم وقتك ما بين الدراسه وما بين حضورك للتمارين. والله ادرس مثلا، اول ما اجي من المدرسه اغير، يعني اغسل، اتغدى، يعني الساعة كذي ثنتين أذاكر، الساعة 3:30 يجي الباص. وبالتالي يعني بعد ما تخلص من التمرين أكيد في وقت بسيط راح ترد، ممكن أنك تراجع فيه أي أمر حتى وترد للنوم مبكر، هذا أكيد راح يكون موجود. كلمني عن أكلك، هل تغير موضوع الأكل وياك؟ هل قمت تاكل أكثر أقل؟ في أكل معين قاعد يوصيك المدرب أنك تاكله؟ الأكل معين يقول تغدى ببيت، يعني تغدى عيش كذي، يقول لي ما عليك، يقول لي لا تاكل لا بروتينات ولا شيء، بس غداك في بيتكم. يعني حرص على اكل البيت، لان الاكل البيت هو اللي فيه الفائده دائما. نبي نعرف ايضا حاليا شنو الوزن اللي ترفعه، وشنو متطلع ودك توصل ترفع اكثر، شنو الوزن اللي ودك ترفعه في نهايه الموسم؟ انا ودي ارفع يعني فوق مستوى. حاليا شنو الوزن اللي قاعد ترفعه؟ 50. لازم نبي نعرف ان شاء الله، يعني نشوفك من النجوم والابطال ان شاء الله. ونصيحه توجهها حق الشباب اللي يخافون من لعبه رفع الاثقال، يخافون من الاصابات، يخافون منها، شنو كلمتك لهم، شنو تقول لهم عن لعبه رفع الاثقال؟ والله لعبه رفع الاثقال زينه، يعني مفيده ومنشطه، في ناس يعني تقول تقصر، وهي ما تقصر، ما تضر بالجسم.
الكابتن علي جراغ لاعب رفع الاثقال في النادي العربي، بطل عربي، بطل البطوله الاسلاميه، بطل الخليج، عده بطولات. اليوم نشوف قدوه حق اللاعبين الموجودين في صاله رفع الاثقال في النادي العربي. كلمني عن تواجدك في هذه البطولات، شلون صار، شلون قدر علي يكون بطل في هذه البطولات كلها ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه وما قصرتوا على البرنامج الحلو هذا. مشكورين على تواجدكم ويانا، لان احنا لعبه منسيه، فاول مره يصير عندنا حضور وخصوصا بالنادي العربي، خصوصا بهاللعبه. طبعا انا مشاركتي من الصغر، من 13 سنه تقريبا، عمري 13 سنه، وكنت محارب من الاهل، يعني يقول تقصر طول ولا ما طول ولا ظهرك ولا ديسك. فالحمد لله مشيت وانصدموا الاهل فيني انجازات، جبت بطوله الكويت وجبت بطوله الخليج، شوي شوي صرت عرب، مع اني كنت 2003 اول كويتي شارك ناشئ، اي ثلاث ميدالات في بطوله العرب، وحققت بطوله ناشئين ورجال عرب، حققت العالم الاسلامي بين 36 دوله شاركت وجبت ميداليتين، واليوم انا عندك النادي العربي ويا الفريق الجديد الصغار. انا بعرف هذه الانجازات، كون ان احنا نبي نشوف نجوميه مثل نجوميتك كابتن علي، شلون حققتها؟ شو اللي خلاك تحصل على هذه الانجازات؟ هل كان في دور لدخولك للعبه بسن مبكر؟ كلمني ايضا شلون كانت تمارينك، عطاءاتك في اللعبه؟ طبعا السن المبكر كل ما يكون ابكر افضل يكون للاعب، يعني تكنيكه وتاسيسه من صغره يكون افضل. وثاني شيء يعني الانجازات يا التمرين، مثل ما تقول احنا ما عندنا دعم، يعني اقول لك والله ادعموهم اللي وصلوا، لا والله كل واحد على انجازه الشخصي ومجهوده الشخصي. ومثل ما يحز بخاطرك لما تسافر بين هالدول ما يرتفع على مديرتك ولا انت ترد بدون ميداليه ولا شيء بالمطار، فتضطر انك بينك وبين نفسك هم تشد حيلك انك لازم تجيب ميداليه بأي طريقة، لازم تبدالها، سواء إنه بالتمرين، لو إنه على حسابك، لو ما تشوف أهلك ولا شيء. طبعا معظم الأوقات كوب النادي حتى يضايق البيت، يعني يقول وينك وينك وين، طبعا بالنادي. وحتى يعني عندنا دوام الصبح، من الصبح فترة يمكن ساعتين بشي بالبيت ونرد النادي، نطلع على 9 10 كلها تمرين، فيعني حتى بدون تفرغات كله، يعني تعب بتعب، يعني لو يصير تفرغات لو يصير اهتمام كان انجازاتنا اكثر من عدد لاعبيننا. احنا بالوقت الحالي يعني ما في لاعبين بالكويت اثقال وايد، وانجازاتنا اكثر من عدد لاعبين بوايد. وانت يا لاعب ابذل جهودك يا لاعب، وانت يا لاعب ابذل جهودك يا لاعب، وانت يا لاعب ابذل جهودك، وانت يا لاعب ابذل جهودك وسط الملاعب يا لاعب اثبت وجودك، وسط الملاعب يا لاعب اثبت وجودك. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون للمدربين دور في بروز النجومية للاعبين. معي الآن كابتن مصطفى رمضان، مدرب رفع الأثقال لفريق الناشئين في النادي العربي. البداية نقول لك يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، الله يخليك، شكرا شكرا. كابتن بنعرف ما شاء الله، يعني قاعد نشوف اللاعبين، شفنا التمارين وشفناهم متواجدين في هذه اللعبة، لعبة رفع الأثقال اللي القليل ما يتوجه لها الشباب. كلمني عن التمارين اللي قاعد ياخذونها، وشلون شايف يعني حماس الشباب في لعبة رفع الأثقال في النادي العربي؟ والله هم السنه دي بيجهزوا نفسهم لفريق كده ان شاء الله النادي العربي. انا ماسك فريق الناشئين هنا، بجهزه ان شاء الله ان هو ينافس الانديه هنا، ان هو يجيب البطوله ان شاء الله. ورياضه رفع الاثقال ما شاء الله رياضه يعني مفيده للجسم، زي رياضه الجري كده، ام الالعاب ما شاء الله، رياضه قويه بتفيد الجسم، بتنشط الجسم ما شاء الله، لعبه كويسه. يعني كلمنا عن اهم ما تحرصون عليه هنا بالتمارين، يعني في هذا العمر، عمر الناشئين، شنو التمارين اللي انت حريص عليها؟ هل في توصيات لاكل معين؟ هل في مواصفات معينه للاعب اللي تختارونه في لعبه رفع الاثقال؟ والله لازم ان يكون اللاعب كده لاعب ملتزم في بيته، ملتزم في التمرين، يستمر في التمرين، ياكل كل حاجه، اللاعب ياكل كل حاجه، يبقى ملتزم في بيته وملتزم في التمرين، يبقى لاعب كويس، يدي نتائج للنادي ويدي نتائج للدوله اللي بيلعب لها. كلمنا من اهم التمارين اللي انتم حريصين عليها، هل هي التقويه، هي اللي هي التكنيك، هل هي يعني تقويه اليدين الرجلين خصوصا معتمده عليها اللعبه، ام يعني في العمر هذا هو التكنيك وكيفيه رفع الاوزان في يعني داخل الحصص التدريبيه؟ والله هي لعبه التكنيك قبل ما تكون قوه، تمام؟ هي القوه دي بتزداد عن طريق التمرين، بس التكنيك الصح هو اللي بيوصل اللاعب ان هو يجيب ميداليه عالميه.
تمام، لكن غير تكنيك والقوة، القوة بتيجي تيجي في الأرقام معينة، طول ما اللاعب تكنيكه صح تقدر تطور في اللعب ويبقى لاعب كويس ويجيب ميدالية ويشرف نفسه ويشرف النادي اللي هو فيه. عدد اللاعبين المتواجدين الحين معاك في الفريق هل تشوف انهم كافي ام تشوف انهم ايضا محتاجين اكثر يكون العدد؟ كلمني عن نوعيه اللاعب الكويتي، هل منا يعني ممكن نخرج منه من بطل عربي، بطل خليجي، بطل اسيوي؟ هو ما شاء الله اللاعب لو تاسس صح مع مدرب كويس ان شاء الله يطلع كده ينافس على الخليج وينافس على اسيا وينافس على بطوله عالم، بس اهم حاجه تاسيس المدرب اللي بيوضع الذره في اللاعب، ياسسه يربي في الحماس وازاي يرفع علم بلده في وسط الاعلام، مش اهم حاجه اللي يعني النجاح المعنوي مش النجاح المادي، اهم حاجه توصل له ان هو ازاي ينجح مش ازاي يبقى عنده مثلا كميه فلوس ولا الحاجات دي، ازاي ينجح وازاي يشرف بلده في وسط دول العالم. شنو شايف محتاجين اليوم حق لعبة رفع الأثقال؟ هل تشوف أن البطولات اللي موجودة كافية أم محتاجين عدد بطولات أكثر على مدار الموسم؟ لا هو ما شاء الله في بطولة في شهر 9 وإن شاء الله تتفرجوا على نتائج كويسة إن شاء الله في نادي العربي إن شاء الله. أخيرا هل شايف أن الأمور هنا داخل صالة النادي العربي ولعبة رفع الأثقال متوفرة كاملة أم هناك حاجة لبعض الأمور اللي من أجل عطاء أكثر وأكثر منكم أنتم كمدربين للاعبين؟ لا وما شاء الله الناس هنا واقفه جنبنا بصراحه، مش الناس كويسه هنا معنا بصراحه، موفرين كل حاجه. كابتن احمد العدواني مدير اللعبه في النادي العربي للعبه رفع الاثقال، اليوم شفنا ما شاء الله اللاعبين بحماسهم بتمارينهم كذلك المدربين، شوف في همه رغم ان كانت اللعبه وقت تسكرت وردت تبطلت، كلمني بعد ما رجعت اللعبه شنو اللي رجعتوا فيه؟ شنو شايف تقييمك للعبه يعني كعدد لاعبين كطاقم فني واداري؟ والله الوضع حاليا بطلنا اللعبه تقريبا، انا صار لي شهر تقريبا النادي العربي مسكت مدير لعبه رفع الاثقال عند دوميني وقاعد نبني نأسس فريق من تحت من أعمار صغيرة 98 و 2000 تقريبا 98 و 97 تقريبا قاعد نستقبل لاعبين جدد وهذه والحمد لله في عدد الحمد لله وصل فوق ال 20 تقريبا وبالعكس هم لعبتنا نبي نستقبل لاعبين جدد واللي بيشترك باللعبة هذه بالعكس لعبة سهلة ما يبلا شيء وبالعكس مهتمين باللاعبين ونتابعهم دراسيا أهم شيء عندنا المدرسة أن كل مدرسة قاعد نتابع درجاتهم وهذا لازم واجب علينا عرفت شلون واللاعبين بالعكس اللاعبين ممتازين والوضع الحمد لله قاعد يتقدم شوي شوي وان شاء الله قاعد نسوي لهم شغلات جديده بعد معسكر ان شاء الله ان نشكر طبعا السيد رئيس النادي العربي جمال كاظمي والاخ عبد العزيز عاشور على دعمهم المادي والمعنوي معسكر راح نسوي بعد 15 ان شاء الله حق الفريق الاثقال ان شاء الله والفريق بالعكس ممتاز اعمارهم صغيره ما راح ناسس هذا الفريق مو بس حق النادي العربي لا كان ناسس فريق هذا حق المنتخب المنتخب ما عندهم فريق الاشبال حاليا عرفت قاعد ناسس فريق ان شاء الله حق الموسم والموسمين الجاي راح يمثلون الكويت بعد الفريق هذا انا ليش طموحي اللاعب ما يلعب بس حق النادي العربي لا ابي يلعب حق المنتخب. الشيخ صباح داود الصباح مدير الألعاب الفردية في النادي العربي اليوم قاعد نشوف النادي العربي في زيارتنا لكم في هذه صالة رفع الأثقال إعادة لهذه اللعبة تسكرت بوقت الإطاف اليوم نرد نشوف فيها لاعبين ونشوف موجودة هذه اللعبة بشكل ملحوظ بعدد طيب كلمنا عن أهدافكم بعد ما تبطلت هذه اللعبة وش اللي قاعد تقدمونه لهم في لعبة رفع الأثقال. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا تولينا اللعبة في سنة 2011 في منصب المدير الإداري تم إنشاء جهاز إداري فني بدعم من مجلس إدارة جميع العمومية نادي العربي الرياضي وتم التعاون مع الأخوان وتم جلب الشباب واللي في مرحلة الأشبال والصغار وإعدادهم إلى المواسم القادمة إن شاء الله وتجهيز لاعبين إن شاء الله وأدواتنا إلى المواسم القادم هذا اهتمام بيكون من مجلس إدارة نادي العربي الرياضي. طبعا وقت يعني في النادي العربي في العاب عديده اغلقت كالعاب فرديه لعبه رفع الاثقال تعتبر اهم لعبه يعني لها الان حضور في الانديه الاخرى نادي التضامن نادي النصر اليوم قاعد نشوف في استعدادات داخل هذه الصاله وفي همه نبي نعرف تطلعاتكم شنو اللي ناويين في هذه اللعبه هل الاعداد اللي موجوده الى الان موجوده عندكم مرضيه كلاعبين هل في نيه لعطاء اكثر لهذه اللعبه لعبه رفع الاثقال في النادي العربي؟ نعم احنا يعني فعلا سكرت الالعاب منذ زمن وتم رد استرجاع الألعاب عن طريق مجلس إدارة نادي العربي الرياضي وتم إنشاء جهاز هم إداري فني للعبة
وتم اعداده، واحنا يعني ان شاء الله مقبلين على معسكرات خارجيه، مقبلين على بطولات قادمه ان شاء الله راح نحقق فيها انجازات، وعاملين ان الله عز وجل ان يوفقنا في هذه الخطوات ان شاء الله. طبعا كون البرنامج اسمه نجوم مستقبل، نبي نعرف اليوم هل قادرين نشوف نجوم في الالعاب الفرديه وخصوصا لعبه رفع الاثقال في النادي العربي تحديدا؟ النادي العربي نادي كبير، بالعكس احنا نتمنى له، يعني احنا كنا لاعبين في السابق واليوم احنا اداريين في النادي العربي، فاحنا نوع الجماهير العربي ان شاء الله راح نشوف نجوم، وراح نشوف ان شاء الله لاعبين مستقبل النادي العربي الرياضي فيهم ان شاء الله. اخيرا لعبه رفع الاثقال في الكويت، هل تشوف للمستقبل راح يكون في عندنا لاعبين ممكن نشوفهم في تواجد في الالعاب الاولمبيه او نقول الالعاب الاسيويه، نتوقع نستبشر فيهم خير شبابنا الصغار ان شاء الله؟ اذا الاتحاد الملاكمه رفع الاثقال عدل لوائحه وعدل قوانينه ويعني طمننا في قوانين اللوائح، راح نشوف احنا ان شاء الله مستقبل. اذا ما عدل قوانينه ما اتوقع احنا نشوف فيه رفع اثقال في الكويت. يعني دام ان ذكرنا القوانين اليوم، يمكن شنو اهم قانون او يعني اهم القوانين اللي انت تشوف انه يفترض يصير عليها تعديل مؤثره جدا في لعبه رفع الاثقال؟ لا والله احنا يعني احنا راح ندخل في حوار ثاني مع الاتحاد، بس احنا نقول لك يعني احنا الاتحاد انحل تمام، ورد تشكيل لجنه جديده في الاتحاد، واحنا عارفين ان الاتحاد ارتكب اخطاء في حق الانديه الرياضيه وبالذات في حق النادي العربي، ها؟ واحنا تكلمنا في الموضوع هذا في الجريده، وان شاء الله احنا نعمل من الاتحاد من الشيخ فهد جابر علي الصباح التقدم والازدهار ان شاء الله. يعني بالعكس يعني احنا رجل احنا نحترمه ونقدره، وان شاء الله راح نشوف من عنده شيء طيب لقدام ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون للأسرة دور في تشجيع الأبناء وحثهم على مزاولة الرياضة. من هذا الجانب معنا والد اللاعب محمد الشمري، بالبداية نقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك، طول عمرك، حياك الله. ومحمد، لعبة رفع الأثقال من الألعاب يعني الفردية، وكذلك يعني دائما يكون في خوف من أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم للإصابات، هل اختيار اللعبة كان من ولدك نفسه أو بتوجيه منك في لعبة رفع الأثقال في النادي العربي؟ بالعكس احنا الاثنين توجهنا، احنا الاثنين، أنا ولدي محمد، فهو اعطاني رايه وانا وافقت عليه مباشره. بدي اشوف انت اللي يناسبك واللي يعجبك توكل على الله. واللي تعرف الرياضه حاليا زين، وعنده تقريبا بدل روح على الشارع، يروح على اماكن، بالعكس ماخذ وقته كله، يجي على البيت، البيت له ساعتين، يروح على النادي، من النادي يجي يكمل دراسته، يدرس وياخذ وقت، وهذا فما عنده مجال انه يروح يمين او يسار، من البيت على النادي على المدرسه على البيت. وبعدين ما شاء الله النادي هني دائما معه، يعني توقع ان اللي عجبني واللي عجبني اكثر انه الكابتن عدواني يروح للمدرسه يسال عنه. يعني حتى لما اجى اخذ شهادته ولدي حق السنه هذه زين، قال لا خليني اوريها حق الكابتن، خليه يتاكد على درجاتي، يشوف درجاتي. قلت والله ما قصر الصراحه، وبيض الله وجهه. إذا يعني أصبح عامل معين النادي، وأصبح مثل ما نقول بيت ثاني، وصار تشجيع. يعني نبي نعرف، هل تشوف أنه صار الموضوع معك، نبي نعرف مثل ما يقول قبل وبعد، يوم قبل لا يدش النادي وبعد ما دش النادي، شو اللي تغير، شو اللي صار مع ولدك محمد؟ بالعكس أنا كنت أول أخاف منه حتى من طلعت الشارع، أنا صراحة خايف عليه من الجو اللي قاعد يعيش الشباب، وخاصة بالعمر هذا، عمره الحين 17 سنة، وهذا أنت ما تخاف من عنده، تخاف على ولدك. فلما تعطيه مجال رياضة وتحفزه على الرياضة وتعطيه حافز وتعطيه تشجيع، وأنت تشجعه والنادي يشجعه، هو نفسيته ترتاح. وبعدين الرياضة الحمد لله يعني تنمي جسمه وعقله وروحه نفسيا، هم داخليا يرتاح نفسيا. إيه؟ نبي نعرف ايضا يعني ما شاء الله يعني بعد تواجده في النادي، يقول لك العقل السليم في الجسم السليم، هل تشوف انه دراسيا في اصبح عنده يعني تفوق؟ لان الاولياء الامور دائما هذا هاجس، يعني الدراسه يقول لا الدراسه بتضيع دراسته من النادي ومن التمارين من الالعاب. لا بالعكس، لا ضايع ولا شيء، بالعكس قاعد ينسق تنسيقه حق دراسته حق دراسته وحق النادي، ويعني حتى طلعاته زين، وفي عندهم مجال الكابتن ياخذ يطلعهم يونسهم
ياخذ منتزهات يعني وقت ما انه يكون يوم خميس ياخذ منتزه، حتى الافنيوز ياخذهم يعني اكلهم شربهم وناسدهم ويطلع معاهم يستانس معاهم. ولدي هم يعني هم مرتاح نفسيا لما يقول لي معنا مع النادي ومع الكابتن، اقول له روح ما قال لا اسال انا خلاص ما دام بيد امينه وعند الكابتن وعند النادي خلاص انا ما لي شغل، انا بعد ايدي على الموضوع صراحه. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم نجوم المستقبل، نتمنى أنكم استمتعتوا مع أبطال ونجوم لعبة رفع الأثقال في النادي العربي، راح نشوفهم إن شاء الله في المستقبل من نجوم النادي العربي وكذلك المنتخب الوطني. ترقبونا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة وأبطال ونجوم جدد عبر برنامج نجوم المستقبل.